رؤساء الاحياء الاسئله اللي جايه بخصوصها، ما تقلقوش يعني عشان في ناس تقول انتوا ما تردوش، لا احنا بنرد. خلونا بس الاول نرحب بضيوفنا الاعزاء اللي منورينا في الاستوديو، السيد اللواء خالد عقل رئيس حي النزهه. اهلا بيك سياده اللواء. اهلا بحضرتك يا فندم. برحب ايضا بالسيد اللواء محمد عبد الجليل رئيس حي منشاه ناصر. اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. طيب خلينا نبدا بحي النزهه. كان في سياده اللواء بعض المشاكل الخاصه بمنظومه النظافه في حي النزهه، وكان ناس اشتكت. يعني حي النزهه يعتبر من الاحياء الراقيه في مصر، وكان في دايما يعني مشكله في موضوع القمامه ورمي القمامه على الرصيف والكلام ده، وانا عارفه ان سيادتك بتتبنى مبادره تحت عنوان الرصيف حق للمشاه، ومهتم جدا بمنظومه النظافه. انا عايزه اعرف دلوقتي احنا وصلنا في حي النزهه لفين بالظبط في موضوع منظومه النظافه. هو في البداية حضرتك منظومة النظافة دي ابتدت من 1/6 الحالي بعد انتهاء عقد الشركة اللي كانت متعاقدة للنظافة للحي، وبدأت المنظومة تتطبق بفرع الهيئة والعمالة اللي هي تم تعيينها بالإضافة للجمع السكني والجمع بالنسبة للسكني والمحلات. المنظومة بتهدف طبعا ان احنا عدم الإلقاء القمامة في الشوارع والجمع السكني بصفة منتظمة، ده هيؤدي في النهاية إلى عدم تواجد أي تراكمات قمامة بالشوارع. ابتدينا بعقد لقاءات مع المواطنين بالإضافة إلى المتعهدين الجمع السكني، وعملنا برضو لقاءات كتيرة مع أصحاب المحال اللي موجودة في دايرة النزهة، إن احنا كلنا ننهض ونرفع كفاءة القمامة اللي موجودة في الحي اللي كانت متواجدة بصفة مستمرة. بدأت المنظومة تشتغل والحمد لله بدأ في نتائج على الأرض بتتحقق. الجمع السكني هو ده الأهم في هذه المنظومة. أكبر تحدي هو الجمع طبعًا السكني طبعًا. لأن هو ده لو ما انتظمش هيبقى القمامة أكننا ما عملتش حاجة. كان في طبعًا شوية معوقات في البداية، إن بعض حراس العقارات ما بيسمحوش لجمع السكن إن هو يخش يجمع من داخل العقارات. لهدف معين احنا ابتدينا نتواصل مع رؤساء اتحاد الشغالين واللي موجودين في الحي، بالاضافه الى ان احنا بنمر بصفه مستمره على بعض الاجزاء كل يوم لغايه ما نخلص بالحي كله على حراس العقارات عشان ننبه عليهم ان دي المنظومه لازم تطبق، وهيتم عمل اجراءات بالنسبه له لو منع الجمع السكني ان هو يتلم. في البدايه برضو الناس عشان واخده السبب سياده اللواء بيكون ايه ان الحراس العقار بيعملوا كده؟ هو هل في مشكله يعني امنيه ولا لا؟ الناس هو واخدها اللي اتضح من ناحيه الفحص في خلال الفتره اللي فاتت ان حارس العقار نفسه هو مستفيد بموضوع القمامه، ان هو بيلمها وبيفرز بعيد عن العقار وبيبدا يبيع اللي هو المخلفات الصلبه، والعضوي بيسلمه للجمع السكني او المتعهد المتفق معاه او النباشين اللي بيجوا، فهو مستفيد. فكون ان احنا حضرتك نمنع الكلام ده فهو بيبقى فيه مقاومه بالنسبه له. لكن الحمد لله بدانا نعمل اجراءات وبدا الدنيا تنتظم والالتزام بدا يبان على الشارع. في برضو بعض الاماكن لسه فيها برضو لسه بعض شوية. ودي برضو ان شاء الله احنا في مجهود مستمر وفي استمرار للعمل في الشارع، هو ده اللي هيدي احساس المواطن ان القمامه بدات تقل. تمام. لان العمل مستمر 24 ساعه. تمام. بالاضافه الى في مكابس رئيسيه موجوده في الاماكن الرئيسيه اللي متحدده. تمام. العربيات الصغيره اللي هي الاتنين طن بالعمال بيبتدوا ينظفوا في الشوارع ويجمعوا في العربيات الصغيره، وتتجه للعربيات اللي هي ال 25 طن اللي بيكبسوا فيها وبيقلبوا في المقالب المخصصه للكلام ده. بس انا عندي المهم اهم حاجه في القصه دي الجمع السكني والمحل، لان المحل مخرجات المحلات بتبقى اكتر من المنازل وده شيء طبيعي. المطاعم تمام. وبدات المحلات تستجيب معايا في تريمف وفي السفير وفي سانت فاطمه، وبداوا ان هم يعملوا كمان نظافه الرصيف ويدهنوه بمشاركه المجتمع المدني معاهم. بالاضافه الى الباسكت اللي اتحط قدام المحلات جديد، وبدات النتائج تظهر، وكان في برضو عرض لهذه المواضيع في العروض اللي احنا بنعرضها اثناء التقييم بتاع رؤساء الاحياء مع السيد المحافظ. طيب انا هرجع لحضرتك تاني. تمام. بس طبعا نروح بقى لحي منشاه ناصر. سياده اللواء انا يعني حي منشاه ناصر الحقيقه من اصعب